سيارة محملة بالدولارات، هذه الدولارات جمعت من مجموعة من فروع مصرف الرافدين، وهي الكمية المتبقية التي تمكن الأمريكان ومعهم رجال المال العراقي من إنقاذها من اللصوص، تقدر بحدود 250 مليون دولار موجودة في سيارة محصنة وضعت في فندق المرديان. في صباح اليوم التالي جاء مدير عام مصرف الرافدين الأستاذ ضياء حبيب الخيون لاستلامها وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي، فما الذي حدث؟ مرحبا بك أستاذ ضياء. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. سيارة جمعتوها وخليتوها بالمرديان مو؟ نعم، فندق مرديان على اعتبار محصن، لأن الأمريكان طلبوا أن أخليها بباب بيتي وأنا رفضت. طبعا لأن يبقى 250 مليون تقريبا، 258 مليون، 258 مليون هي هاي بقية بموجب وصل موقع من قبلي وأعضاء اللجنة اللي وياي اللي هم رئيس الخزائن للرافدين والموظفين آخرين والجانب الأمريكي، وقعنا وصل بهذا المبلغ وخلينا نسخة من الوصل عندي، نسخة عند رئيس أمناء الفندق. هاي محسوبة ورق 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 ورق. حتى 800 ألف كانت مبللة، لأن تدري من يحفرون بالدريل يخلون ماي حتى لا يحمل. هي شقد؟ 258 مليون و 800 ألف. 800 وبقى عندنا مبلغ، بعدين أحكي لك قصته، 150 مليون دولار و 50 مليون يورو. هذه وين راحت بعدين؟ هذه جئتنا نستلمها. هذه بالمناسبة بس يعني جملة اعتراضية، محمد محسن الزبيدي أنا أجريت معه حوار في فترة سابقة، قال هاي السيارة راحت البيت الشلبي واختفت، فهس احنا نحشي للتاريخ. أكيد. قال هو راحت البيت الشلبي. أنا الآن واختفت. أكون شاهد على التاريخ وأقسم لك بكل حرف بالقرآن ولا أزيد حرف واحد. لا لا أكيد. زين وين راحت السيارة؟ وأتكلم الحقيقة. جينا الصبح كالعادة نريد نستلم السيارة حتى نوديها إلى الخزينة الرئيسية في المصرف الرافدين. فطلع لنا شخص يحمل رتبة عميد عنده محلات في الكرادة الخارج، يعني أنا أعرفه بس أبو مصطفى بس ما أعرف شنو اسمه. عميد فعلا هو بالشرطة؟ لا لا لا، منطينا رتبة عميد أو هو كان ما أعرف والله، المهم يعني عميد تاريخ. المهم عميد قال بأمر الأستاذ ما تتحرك السيارة. منو الأستاذ؟ قلت له منو الأستاذ؟ مو أنا مدير عام، وبعدين أنا موقعيني وصل الأمريكان، إذا أسلم الفلوس راح يحاسبوني، وين الفلوس؟ قال أستاذ محمد الزبيدي حاكم بغداد. محمد محسن. محمد محسن الزبيدي محافظ بغداد أو حاكم بغداد. حاكم بغداد. زين. قلت له والله يا أخي أقول لك أحشي لك باسم عشيرتي، أنا فلان ابن فلان ومن قبيلة بني أسد، وتعرف ثقل عشيرتي، لا أنت ولا محمد الزبيدي يقدر يأخذ السيارة، وأخذها بما معناه يعني غصبا عليكم. أخذ. شفت محمد في هاي اللحظة لما شفت؟ نزل محمد الزبيدي لابس قاط بدلة ويا شخص معمم ولابس غترة خضراء يلقب بالسامرائي، ما أعرفه اسمه، بعد شاب. فقال هاي أموال الشعب وأنت كذا. من اللي قال؟ محمد. محمد. وإحنا نستلمها وإحنا نوزعها على الشعب. قلت له أستاذ محمد أنت ابن عشائر وابن ناس معروفين، يعني تقبل الآن الأمريكان يبهذلوني من وراء هالصفقة هذه؟ هم موقعين على وصل، باشر ما راح يقولوا لي وين الفلوس. قال لي قلهم عند محمد وأنا وقع لك وصل. قلت له لا، هذه مستحيل أنا أسويها. قال لي لا، وعرفك بنفسه؟ قال لك ايه. قال لي انا محمد الزبيدي حاكم بغداد. حاكم بغداد. منو عين حاكم؟ هو يقول سلطه الائتلاف عينتني. زين. قال لي انا انطيك وصل. قلت له انا ما اعترف ببصلك وخلي الامور تمشي طبيعيه، وانت بعدين انا من ادزها الخزنه الرئيسيه، واذا انت حاكم بغداد تقدر من ترجع الامور كما هي، انت تاخذ اي مبلغ من الدوله، ليش انت تحرجني بهذا الموقف؟ قال لا هذا مستحيل، وانت من اليوم اعتبر نفسك مقال من الوظيفة، وعينت مكانك شخص اسمه صبيح الدلياني. تعرفه؟ اعرفه، صديقي كلش، ولا يزال علاقتي به قوية، وانسان محترم. مصرفي هو فعلا؟ مصرفي ومحترم بس هو. ف
فأنا إيش سويت؟ أنا هذا تيت سيل عندي مخلي جهاز ثريا حتى أتصل به العقيد يعني في قوات المالي. خابرت قلت له تيت سيل هتشي القضية مستر سيل يعني لحق علي. والله ورا ربع ساعة إجا ويا حماية قال لي شنو؟ قلت له حكيت له. قال لي وين هو محمد الزبيدي؟ قلت له هو بالفندق. دز اثنين من جماعته قال لهم روحوا صيحوا محمد الزبيدي بعد حاكم بغداد. أول مرة رفض بعدين جابوه الظاهر بالقوة أو بأسلوب آخر ما أعرف جابوه. تيت سيل سأله قال له شنو القضية؟ قال له هاي الفلوس مال الشعب وأنا حاكم بغداد وأنا بدون ما يجاوبه ضرب راجدي ضرب محمد محسن الزبيدي راجدي ولحد الآن أتذكره وقعه بالأرض وقال لي يا يلا تفضل سوق السيارة وأنا قدامكم أمشي. قلت له أستاذ أنا ما أريد أتورط ويا هاي المشكلة، أنت سوق السيارة وأنا قاعد بصفك وجماعتي وياي. قال أوكي. شلون صورة لو حلوة لو صورة لك إياها أنت قاعد يم العقيد وينك الصور وسوق السيارة قال يعطيها لجماعة النظام السابق شو يسوي لك عين؟ وقالوا الحماية قدام والورا وإحنا نمشي. رحنا للبنك شفنا تقريبا وين وديتوا هالبين؟ إلى مصرف الرافدين الخزينة الرئيسية شفنا 23 جثة موجودة هناك وأسلاك وما نعرف شنو لاعبين بالقاصات رايدين يفتحوها ما قادرين لأن إحنا قاصاتنا تشب إنجليزية وتحت الأرض. فأنا رئيس الأمناء الصندوق ومعاي يعني رئيس الخزائن والمجموعة كلها اللي تخص الخزينة. ففتحنا الخزنة الحمد لله فلوسنا موجودة كما هي والفلوس بالدولية 150 مليون دولار موجودة. وبعدين أجيك على 150 مال فرع الزوية دخلنا الفلوس. قال لي ماكو واحد يتدخل من عندكم وياكو باقي لحد الآن باقي وياي أنت وجماعتك يدخلون جوا وجماعتي اللي نقلون الصناديق هي. فعلا كملوا وحسبنا احنا. قلت له هاي 258. قال لي وهاي ال 800 تحسبها ورقة. قلت له هذه مبللة انا اقبلها اعطيني 800 هاي 800 خلص على كلامكم انا موقع لكم. قال لا نفرشها بالارض وتنحسب. يا اخي هم جماعته بدأوا يفرشون خطوط قد احسبها قد. قلت له 800. قال لي خلاص اغلقوا القاصات. اغلقنا القاصات حطوا المفاتيح بجيبكم. قال لي جينا جيبك؟ لا جيب جماعتي انا ما لي حق اخذ مفتاح كمدير عام. قال لهم تروحون الى ان ضياء الخيون يتصل بكم الى ان يستقر الوضع ويصير دوام بني يتصل بكم ويقول لكم صار دوام تجون. وبقت الفلوس وجماعتي اختفوا وانا بقتها اما رحت لبيتي قلت خلاص بعد هاي وما رجعت لهذا ابد بعد ما شفنا الرافدين. اكو نسخه المفاتيح عند الامريكان؟ لا ماكو. انت مطمئن عليها الفلوس؟ انا مطمئن خزنتنا وذولي كلهم ثقه يعني الناس